لماذا الخلل في العقائد يوجب الكفر ويوجب الخلود في النار، بس الخلل في الأعمال لا يوجب ذلك؟ يعني إذا واحد لم يتشهد بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا الشخص ليس بمسلم، كافر ومخلد في نار جهنم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لكن إذا كان مسلم فاسق، يعني هو مسلم ومعتقد بهذين الأصلين وسائر الأصول لكن مو ملتزم، أفرضوا تارك الصلاة مثلا، تارك الصوم، يرتكب بعض المعاصي، هذا يعاقب، ولكن بالنتيجة تناله الشفاعة. طبعا الإنسان لازم لا يغتر بأنه شفاعتنا لو يروح يصير من أهل الجنة، لأنه أولا أكو برزخ، وفي الأحاديث أنه الأئمة عليهم الصلاة والسلام قالوا للشيعة البرزخ عليكم أنتوا أعمالكم، إحنا يوم القيامة نشفع لكم، فأنت بهذا البرزخ إيش قد تريد تبقى؟ ملايين السنين، مليارات السنين، هذا بعملك. والشيء الثاني، الشفاعة في الآخرة هم درجات، واحد يشفع له في أول الأمر وواحد يشفع له بعد أن يبقى في نار جهنم أحقابا 300,000 سنة أو أكثر. على كل حال، المقصود أنه بالنتيجة إذا الإنسان كانت عقيدته صحيحة، إذا كان في عمله خلل، هذا الخلل في عمله قد يسبب انخفاض درجاته وقد يسبب عقوبته، ولكن بالنتيجة بعد أن يصفى تصفية كاملة يدخل الجنة. بس إذا واحد كان عقيدته باطلة حتى إذا كان خوش إنسان حسب تعبيرنا، هذا لا يدخل الجنة ويخلد في نار جهنم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. شنو السبب؟ السبب أنه العقيدة هي الأصل في كل شيء في حياة الإنسان. الإنسان اللي يعمل الصالحات، ليش يعمل الصالحات؟ لأنه يعتقد. والذي لا يعمل الصالحات لأنه لا يعتقد. احنا شايفين كثير من الأحيان هناك أخوان أو قريبان، أحدهما مؤمن والآخر غير مؤمن، شنو السبب؟ البيئة اللي تربوا فيها بيئة واحدة، زين؟ السبب أن طريقة تفكير الأول بطريقة وطريقة تفكير الثاني بطريقة أخرى. ذاك اللي طريق تفكيره طريق تفكير صحيح صار مؤمن، وذاك اللي طريقة تفكيره خطأ صار غير مؤمن. طريقة التفكير هي التي تتحكم في كل حياة الإنسان، لذلك الاعتقاد صار هو الأساس.